أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون، وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت، تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ احكي لي بقى يا بابا، يعني ابنك الصغنن بيشتكي من إيه؟ هو من قيمة 4 سنين كان في المدرسة ورجع بيعيط ويقول رقبتي وجعاني، وشدت عليه جامد جامد. رحنا قلنا له ما تروحش المدرسة، كان في الدرس، قلنا له ما تروحش المدرسة، قال لها هروح، هو طبيعي بيحب المدرسة. راح برضو مشي بدماغه وراح المدرسة، وراح المدرسة تعب جامد وصدع جامد قوي. راحوا قالوا لنا رحنا جبناه رحنا للدكتور بتاع الأطفال، كشف عليه راح أشك إن هو عنده الفيروس إيه اللي هو بتاع الأطفال ده. بمجرد الصداع بس؟ آه، يعني مجرد شكوى الصداع خليته يكشف، عارف إنه عنده حاجة في الفيروس العادي بتاع الأطفال ده. اللي بيجي بشهر ياخد علاج عليه ويمشي عادي. ادانا علاج كان قبل العيد الصغير،
وقال لنا تعملوا تحاليل وتجيبوا لنا بعد العيد. كان عملنا تحاليل في الاول كانت 115، وقال تعملوا التحاليل تاني بعد العيد وتجيبوه لي. عملنا التحاليل رجعت المرحله 145. ما كانش في الوقت ده في اي علاج بياخده؟ لا، كان العلاج بتاع الفيروس ايه، ما هو الفيروس على كذا نوع، يعني اللي طلع 115 اخذ اللي هو بتاع فيروس ايه، لا النسبة لقيته نسبة عالية بعد كده، عالية 115 بقت 145. فرحنا احنا شكينا يكون عنده الفيروس الكبد، فقلنا له كتب لنا على تحاليل، على تحاليل فيروسات. قال لا ما لاش لازم، ده طفل. قلت له احنا نعمل احتياط وخلاص. راح كتب لنا وبعتنا على ايه، معمل تحاليل معرفة. فعمل المعمل التحاليل، تحاليل ثاني يوم طلعت ما صدقش بتاع المعمل، كانت عاليه قوي، طلعت عنده فيروس سي اللي هو الكبد. فراح شك، راح عاملها ثاني على حسابه. اتصل بالدكتور قال له لا ما حصلش، قال له انا عملتها ثاني على حسابي. وللاسف وساعتها اتاكد ان ده فيروس سي، اتاكد جامد. المهم احنا ايه، رحنا جبنا التحاليل، بعتنا على مستشفى، والدكتور ده اخصائي كبد شاف التحاليل. وبعد ما شاف التحاليل قال ما تخافوشي، انا هوديكم مستشفى وهيعالجكم وفي لي علاج. ومن ساعتها ابتدى الدكتور يجري من طرف واحنا نجري من طرف انه يلاقي علاج للطفل. كل ما يروح مكان احنا او هو يقول للاسف الطفل ملوش علاج على نفقه الدوله. فالعلاج ده ايه، غالي. كان ايامها الابر ياخد 48 ابره، الابره ب 1200 جنيه يا خبر ابيض لمده سنه مع تحاليل كل شهر كل اسبوع. فطبعا ايه، كل ما نروح مكان يقول الطفل للاسف ما لهوش، امال مين اللي ليه؟ يقول الكبار بس. طب والطفل؟ يقول الحكومه ما معطيش علاج للطفل. فضلنا نجري الكلام ده من سنه 2011 لحد النهارده. الان صرفنا فلوس بامانه ما اقدر اقول لك، نشكر الله اللي احنا ماشيين على الحاله دي انا وعيالي. نعملهم من هنا، ناخدهم نطلع نعمل لهم تحاليل وكشوفات بره. والحمد لله. ما هو حاجة أسبوعية، أنت مش بتعمل تحليل كل ست شهور. أي حد معرفة يقول لنا كل أسبوع فلان هو اللي يديكم العلاج لابنك. نخلص من الدكتور ده ويقول لا للأسف اعملوا لي تحاليل لأنا متأكد. تعمل تحاليل؟ يبقى في تحاليل عاملينها، تحليل ب 1200 جنيه. يقول للأسف لا أنا عايز أشوف التحاليل وفي علاج لي. أول ما أعمل التحاليل يصدق بنفسه التحاليل، يقول للأسف ما فيش علاج للطفل. قعدتوا في الفترة اللي محتارين فيها دي قد إيه وقت؟ الفترة أقل حاجة 3 سنين. ثلاث سنين وانتم محتارين وما بياخدش علاج، ما لاقينش علاج. لحد ما ناس قالت لنا روح افتحوا ملف في معهد الكب، افتحوا ملف في ابو الريش، روحوا التامين الصحي. التامين الصحي عملنا تحاليل وخدوا منه عينه الكبد بالابره، وللاسف عملتها اول مره وما نفعتش، عملها مره تاني وكان هيموت من ايدي. وبعتوني على مستشفى معهد الكبد وهو تعبان جدا. وبعد كده خدوا التحاليل وقال للاسف الطفل ملوش علاج. اتصلت بالدكتور اللي انا بعتني، قال لي ارفع عليها قضيه. قلت له انا راجل فقير ومش قادر اجري معاها. اول ما سمعت هي انهارت وخافت، وقعدت تهدي فيه وخلتني مشيت ومشيت. وبعد كده رحنا المعهد. بس انا عايز اقول ان هو في الثلاث سنين يعني هو ابتدى عنده بصداع، ابتدى بالصداع بس ما ليش دعوه، وقعد فتره الثلاث سنين دي لا بياخد ادويه ولا حاجه. طب ولا اي حاجه بالعكس. وكان بيجي له صداع على فترات متقاربه مثلا او تعب باي نوع؟ لا هو كان بيجي له هو صداع في اول مره، بعد كده يشتكي بصداع يشتكي بالم، لكن ما ليش دعوه بالفيروس. طب حبيبي اسالك، انت كنت بتحس بايه؟ يعني الصداع الاولاني دوت ما تكررش تاني، كنت بتقدر تنزل مثلا في حصه العاب، بتقدر تلعب مع اصحابك، مفيش اي حاجه، انت مش حاسس باي حاجه غريبه يعني؟ بس يضعف، يعني يضعف جسمه يقل خالص. طب انت بتاكل كويس؟ لا لا بتاكل كويس، عشان كده انت كمان بتضعف. يعني اقدر اقول لك يمكن جسمه قل اكتر من هو كان بالنص. فابتدينا نجري. اخر حاجه طبعا رحنا للمعهد ورحنا ابو الريش، قالوا من قيمه اول السنه دي قالوا العلاج جه للأطفال. اتصلوا بينا ورحنا، رحنا خدوا عملوا تحاليل وبتاع وركنونا برضه مفيش. داي كل مرة تعالوا ويركنونا بالسنة ونرجع يقولك لسه للأسف حصل تأجيل، العلاج لسه مجاش. ده احنا بيجيش عن نفقة الدولة، ده بيجي عن طريق رجال الأعمال مش عارف ايه، والبلد تعبانة، تحصل مظاهرات تحصل بتاع، يرجع العملية البلد ترجع لورا تاني، احنا نتأخر تاني مفيش.
لغايه ما ابن خالي راح يزور واحد مع معرفه امراته تعبانه هتعمل غسيل كلى مستشفى العذراء ارض الجولف. فراح هناك راح قعد قبل واحد معرفه وراح حكى له حكايه ابني. راح قال له انا اعرف واحد اسمه استاذ مايكل تبع سيتي فيه هو ده اللي هيحل لكم المشكله. فعلا بشكر الله يعني الحمد لله تسلمنا بيه وجنه. قال ما تخافوش هو واحد هنا العلاج موجود وهجيبه لكم. طب انت يعني دي دموع انك انت ربنا بعت لك نجده. دي دموع النجده دموع فرح يعني يعني من بعد 4 سنين بعد ما شفنا العذاب انا ووالدته كنا نبقى نايمين ولنا واحد اتصل بينا روح للدكتور فلان الساعة 5 الفجر ننزل اي مستشفى. نفسك في اي امل اي في أي, أي حاجة اي علاج لو قالوا لي بيع بشقتك دي ابيع. رغم ان انت شايفه قدامك هو كويس هو كويس بيخس يعني هو بيخس جسمه بيضعف بس انا عارف ان هو في الاخر بعد ما تلاقاش علاج لي هيتلاقي في الكبد وصاحبه هيموت بعد الشهر. انا شفت خالي بعد الشهر حصل معاه كده ملاش علاج فضل 3 سنين وبعد 3 سنين توفى اللي هو حمايل. انا خفت من الحته دي. بنشكر ربنا الحمد لله. الاستاذ مايكل اتصل بالدكتور اللي احنا بنتعالج عنده قال له هات لي طفل تعالى لي يوم السبت في علاج ليه. خدنا بعضينا يوم السبت ورحنا كشف عليه قال لازم الطفل ده ياخد العلاج فورا. قال له انهي علاج؟ قال له اللي هو العلاج الجديد النازل ده. قلت له طب والابر يا دكتور؟ قال لا لو خد الابر هتموته. بعد الشر هو ينفع معاه العلاج الجديد. قلت له طب يا دكتور في المعهد قالوا لنا لو خد العلاج الجديد هيموت. قال مالناش دعوه لا بالمعهد ولا بورديش هم بيقولوا كده واحنا مالناش دعوه. قلت له طب ما بيقولوا ما عملوش عليه ابحاث. قال مالناش دعوه. راح متصل بالاستاذ مايكل قال له العلاج لازم يجي له النهارده. استاذ مايكل قال لي انزل ابخيت تحت. هو بمجرد ما شاف تحاليله شاف التحاليل لازم العمليه متاخره وكل مدى في زياد مع ابنك في التاخر وابنك هيضيع منه. نشكر الله كتب لنا على العلاج. والاستاذ مايكل برضو نشكر الله وقف معانا واتصل بي بعد العيد اللي هو الكبير يوم الجمعه العظيمه بعد ما طلعنا من البسخه وروحنا جينا هنا اتصل بي قال لي تعالى انا هقابلك عند الكنيسه اللي هي بره. فعلا جال الراجل هي جنبكم جنب البيت وتعب وجبتني 2500 وقال لي هات العلاج وكمل واللي فيه الخير قدمه ربنا. جبنا العلاج الدكتور طلب مننا تحاليل عملناها قبل ما نعمل ناخد العلاج. كنا احنا كانت مرحلته متاخره جدا كانت بي سي ار 1,700,000. عملنا التحاليل قبل ما ناخد العلاج ايد ربنا اتمجدت وصل 53,000 بس. وريت للصيدلي قال لي ده معجزه من ربنا. طبعا فرق كبير قوي في التحاليل يعني مرحله يعني من غير علاج. فرحنا خدنا العلاج ورحنا الدكتور لقى البي سي ار نزل خالص قال مبروك يا فلان عدو. فرحنا الحمد لله. رحنا ايه قال لازم ابنك ياخد العلاج على طول فورا ما يتاخرش من ده عنده يوم. هو المفروض العلاج بياخده يومي يوميا لمده 6 شهور. ياخد بقى كميه بتاخد كميه اقراص كتيره ولا كم حبايه بتاخدهم في اليوم؟ حدود 4-5. وانت بتاخدهم كل يوم ولا بتكسل؟ لا باخدهم. ده ما ينفعش. ما انا عارفه بس انا يعني هو ما ينفعش انه يكسل عنهم. لا نشكر الله هو معاه تليفون ظبط المنبه بتاعه واحده الساعه 7 الصبح واحده الساعه 8 الصبح واحده الساعه 4 العصر واحده الساعه 12 بالليل. تليفون لو نايم حط تحت المخده يرن صحي. احنا من كتر التكرار معاه والتعب فنشكر الله ايد ربنا داخله معانا طبعا. فهو ساعد من هنا واحنا من هنا وربنا اكتر من كل من هنا صحيح. فدخل ربنا والحمد لله. طبعا بدانا في الثاني شهر دينا لينا 15 يوم عملنا التحاليل اول امبارح. طلعت تحاليله ايه بقى بتاعت اللي طلعت اول امبارح؟ دي عشان يعرف العلاج مستجيب مع الجسم ولا ما يستجيبش وجايب نتيجه ولا مش جايب. وطلعت النتيجه دي ولا لسه؟ اول شهر طلعت النتيجه ممتازه جدا وظايف الحمد لله. الحمد لله بركة. الحمد لله. فاحنا مستنيين المرحله بتاعه ثاني شهر وكل شهر نمشي على الطريقه دي. التحاليل والعلاج. العلاج ب 3,100 والتحاليل ب 1000 جنيه والكشف ب 100 جنيه. كل شهر نروح ناخد كشف نوريه التحاليل ندفع 100 جنيه نروح ما احناش يعني يعني كده يعتبر الدكتور بتاع الدكتور برنامج اين انت هو عرف يشخص او عرف يدي لك العلاج المظبوط. عرف يشخص ومبسوط جدا والحمد لله
ونشكر الله يعني غير كل العلاج اللي كان المفروض ياخده قبل كده، الحقن والحاجات القديمه والابر ما كانتش موجوده، والمفروض كان خدها من 3 سنين اقل حاجه، المفروض كان خلص العلاج وكان مرتاح وكان مش عارف. فللاسف ما فيش اقل طفل ما لهوش على نفقه الدوله. كل ما نروح مستشفى حكومه او خاص، رحنا مستشفى مدينه نصر، رحنا يعني ما لفيت كتير وتعبت كتير، والتامين الصحي وفي ومستشفى اطفال مصر في سيده زينب ومعهد الكبد وابو الريش. صدقيني بامانه المسيح ما قادر افتكر المستشفيات، يعني نقدر اقول لك انا ووالدته يمكن رجلنا دي ما نقدرش نيجي ننام منها بالليل. ما هو ربنا برضو يعني حاسس بتعبكم ونشكر الله. يمكن في اماكن ما نعرفهاش وندور على حد يوصلنا، نلاقي ربنا اتدخل معنا ووصلنا وحدي. بركه ربنا معاك. مستشفيات بعيده على الاخر، ونشكر ربنا ويتدخل ونعرف العنوان ازاي ما اعرفش. وكان ازاي عرفتوا تبعتوا بقى فاكس ولا تليفون لبرنامج اين انت؟ لا هو حضرتك انت اتصلتي بيا، وبعد هو استاذ مايكل يمكن هو اللي قال لكم، هو خد عنوان والاسم وقالني وهو اللي بعت لكم. هو اللي، لكن احنا ما بعتناش. عايزك بقى تقول لي انت حاسس بفرق من قبل ما كنت بتاخد العلاج لغايه بعد ما اخدت العلاج وان التحاليل طلع حلو؟ ايه الفرق اللي انت حاسس بايه؟ يعني كنت عامل ازاي او صحتك كانت عامله ازاي ودلوقتي؟ انت الوحيد اللي هتقدر توصف لنا. اول كنت ضعيف بس كده لما خدت العلاج جسمي اتقوى شويه. يعني انت حاسس ان انت بتقاوم اكتر من الاول؟ لا دلوقتي يعني ممكن اقول لك ممكن يلعب عادي. كان بيتعب على طول من كان لو نزل يلعب يجي يقول لي انا تعبان وينام نوم عميق. يعني ممكن لو سبتيه ينام من دلوقتي التاني يوم ينام. ما هو ده اللي كنت بقول، كان في اعراض الاول قلت لي صداع بس. النوم بتخليه ينام كتير جدا، ممكن ما ياكلش ولا يشربش وينام، يبقى قاعد معاك وبتكلميه تلاقيه نام، والمستحيل الصحيح وصحته يزعل. وبنقول للدكتور اقول لك هو الكبد اعراض النوم، خلي صاحبي ينام له، هو ايه نام كتير جدا. فصدقيني يعني وشهيته مش مفتوحه، يعني مش بياكل كويس. لا مش بياكل الاكل الطبيعي، لكن دلوقتي يعني ابتدى نشكر الله. ابتديت تاكل؟ هتخلص لهم الاكل اللي في البيت كله يعني؟ ما هو ممنوع عنه اي اكل، خلي بالك مش اي اكل ياكل. طب انت بقى دلوقتي يا حبيبي بتقولي بتاكل ايه؟ ايه الاكل المسموح ليك؟ الفراخ المسلوقه والجبن غير دسم والشوربه واللحمه مره في الاسبوع. طب والحاجات بقى اللي هي الشيبسي والكلام ده كله ممنوع؟ طب اي بطاطس بتاكلها؟ طب وايه تاني بقى ممكن تاكله؟ بتعرف تصوم؟ بتصوم. انت في سنه كام؟ وشاطر في المدرسه؟ طيب يا حبيبي ربنا يكمل شفاك على خير. يعني هو نشكر الله مستوى حلو جدا في المدرسه، يعني الترم الاول جايب 95% باسم الصليب عليه. هو عليا كل سنه كده. ما هو ربنا بيفرحك واحده واحده بيه. انت ما تبكيش، هو ربنا بيفرحك خطوه خطوه. شكرا. لفيت وتعبت 4 سنين، لكن ربنا جه بعت لك يعني نقول ايه بركه كده من عنده بالتفاؤل وجزء من الامل بعته لك ربنا. يعني هو يعني في السنه دي في الدراسه ما كانش مش قادر يذاكر خالص، تعبان خالص في المذاكره، يعني ربنا بيدخل معاه. ماشي. ما هو في المدرسه بيحبوه جدا عشان شاطر، سواء كان مسيحي او غير مسيحي، وبيتصلوا بيه على طول وبيحترمونه جدا. ربنا يفرحك بيه. نشكر الله. ودي بداية طريق الشفاء. انت ما تعيطش، انت فرحان. فرحان بيه وفرحان ان ابتدت تحاليله تطلع كويسة. الحمد لله. احنا بإذن الله يعني ان شاء الله نجي لك تاني ونصور معاك، تكون خفيت خالص 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 وما بقتش تاخد اي دواء. وكمان انت يعني برافو عليك ان انت بتاخد ادويتك وفي ميعادها، انت كده هتخف بسرعة. لا هو صدقيني يعني انا بسطني فيه ان هو يعني مساعد معانا ومراعينا وعارف ان احنا تعبنا معاه وحاسس بوالدته. طيب هو دلوقتي هيقول لنا لو في حد في حالتك تقول له ايه؟ حد قدك صغنن كده وفي حالتك تقول له ايه يا حبيبي؟ هو ينتظم في العلاج وما ياكلش اكل من بره عشان يخلص العلاج بتاعه بسرعه، وهو هي فتره وهتعدي يا حبيبي. انت جميل خالص، ربنا هيكمل شفاك على خير يا حبيبي. ربنا معاكم ويطمنك عليه ويبقى زي الفل، تشوفوا عريس زي الفل. شكرا متعبينكم معانا، وصدقيني يعني ربنا عوض تعب محبتكم خير ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيه وفي اخواته، ربنا يحافظ عليكم ويخليهم لك. تعبكم معانا معلش.
ربنا يقويك ويخليهم لك ويخليك ليهم. شكرا. ربنا ما يجيب حاجة لحد وحشة يا رب. أمين يا رب. لا وحش ولا كويس يا رب. احنا بنتمنى لكل الناس الخير، بالذات من ساعة ما احنا جرينا وشفنا عذرنا الناس وعرفنا اللي كان عدو واللي كان حبيب، بنتمنى لهش أي حاجة وحشة، بالعكس نسمع أي حد مريض بنطلب له من ربنا وبندعي له، ولو رحنا الكنيسة وافتكرنا بنولع له شمعة، سواء كان أي شخص. ربنا يدينا حسب قلبك الطيب دوت. ربنا يبارك لك فيهم وفي صحتك وفي مامتهم ويخليهم لك. شكرا. شكرا لك. ازيكم عاملين ايه؟ نشكر الله الحمد لله. عامل ايه دلوقتي حبيبي؟ كويس. بقيت احسن من الاول؟ ايوه. طيب احنا كنا معاك المره اللي فاتت وقلتلنا ان انت بتعمل تقريبا تحاليل كل شهر وبتاخد بتكمل علاجك من فيروس سي، كمل لي بقى عملت ايه بعد كده؟ احنا قعدنا نعمل تحاليل كل شهر بي سي ار وكل التحاليل، فلقينا البي سي ار كل مدى بيتحسن. شكرا ربنا. فالدكتور قال لنا ما تجوش غير لغايه اخر شهر وتعملوا لي كل التحاليل كامله. لغايه اخر شهر ده يعني اللي هو قد ايه؟ اللي هم الست اشهر اللي هم بتوع العلاج. اه. فروحنا وادينا له التحاليل وطلعت مفيش حاجه خالص. يعني بعد كل شهر لمدة 6 شهور وفي اخر شهر خالص طلع ما فيهاش اي حاجة بعد كده. كويسة. انت بقى اللي كنت بتاخد العلاج بنفسك ولا كان حد اللي بيديلك الدواء؟ لا انا كنت ظابط ميعاد الدواء على المنبه بتاع التليفون بتاعي، كنت كل يوم اصحى اخد العلاج وانا تاني. طب انت وقت ما كنت بتاخد الدواء كنت بتبقى حاسس بايه؟ ما كانش في حاجة خالص. مش حاسس بحاجة وجعك ولا الدواء بينيمك كتير او؟ لا انا كنت بصحى في ميعاد عادي وكل حاجة عادي. وكنت بتسمع بقى الكلام في انك تاخد يعني تاكل كويس، التغذية اللي انت مفروض تاخدها؟ اه كنت بسمع بس ما كنتش باكل كتير حلو قوي يعني. ليه بس بقى؟ بعد ما خلصت العلاج بقيت اكل كويس. ما كنتش قادر؟ اه. لكن دلوقتي انت رجعت تاني زي الاول تاكل كويس يعني؟ ايوه. بس انت لسه صغنن على فكرة، ما محتاج تبقى اكتر من كده شوية. ماشي. انت في سنة كام؟ تاني اعدادي. تاني اعدادي يعني المفروض تبقى حاجه كتيره كده. ماشي. ان شاء الله بقى الفتره الجايه تاكل اكتر. صح صح صح. طمني بقى على حضرتك على احوال ابنك في الفتره بقى اللي هي اللي مرت الله. عليكم في الشهور اللي فاتت. نشكر الله الحمد لله. يعني بدايه ما بدا معاه العلاج وابتدى على طول معاه بتحسين، والتحاليل عملناها من اول مره نجحت معاه، وابتدت يعني مشيت معاه لغايه ما خلصنا كل شهر ناخد علاج ونعمل تحاليل تطلع حلو. لحد ما كملنا 6 شهور طلعت التحاليل في الاخر حلو، واتبسط الدكتور وطلب مننا نعمل تحاليل بعد 6 شهور. بما اننا بس بعد 6 شهور عشان يعرف ان هو من بلا العلاج النتيجه ايه، لان هو كده وقف العلاج بقى له شهر وشويه. ياخد 6 شهور يعني على العيد الكبير باذن الله نعمل التحاليل الاخيره ان شاء الله. هي دي عمليه التاكيد. هو الاختبار القوي جدا. الاختبار القوي هو ده، لان هو ما بياخدش علاج وقال له كل اكل طبيعي، اشرب، العب، اعمل اللي انت عايزه. قال له اي حاجه اعملها، امشي طبيعي خالص، بس تعمل لي تحاليل بعد 6 شهور. تمام. دي حكايه يعني وضع تاكيد بس كل الموضوع. كان وصولكم للدواء، هو طبعا احنا الدواء كتير قوي بيتكلموا عن الدواء والعلاج بتاع الفيروس وكده. آه وصل الدواء بتاعه ازاي؟ هو بتاع فيروس سي ده في يعني منه مصري وفي منه مستورد، وفي تبع الحكومه. تبع الحكومه ده مستورد، اما المصري ده اللي احنا بجيبناه على حسابنا، بس عشان هو طفل من سن من ما يتولد لغايه 18 سنه ملوش تبع الدوله. أما يعني ملوش حقيقيا ياخد من الدوله طالما انه ما كان من بعد 18 سنه اللي ما ياخد تبع الدوله، قال لك ما يتحملوش. نشكر ربنا يعني ربنا اتدخل معانا وجبناها على حسابنا وانتوا معانا ونجح معاه يعني. نشكر ربنا يعني لدرجه ان اتصلوا بي كان قاعدين يدوا له الابر تبع الحكومه، رحنا الدكتور وحيد دوس راح قال لو خد الابر هتموته. راحت هي اتصلت بي قالت لي لو خد البرشام هموته، الابر اللي افضل. قلت لها احنا هنعمل يعني ايه؟ اختلفوا الدكتور قال حاجه وهم قالوا حاجه ثانيه. رحنا احنا مشينا على البرشام وعملنا اول شهر تحاليل، نجح معاه من اول شهر. بس هو كان تقيل عليه. كان تقيل ازاي؟ تقيل دي كان يحس يعني ان هو واخد حاجه تقيله، يقول يعني يحس ان هو عايز ينام كتير، الاكل خفيف مش قادر، لان هي 400 مش صغيره يعني. حجمها كبير. بس دي ملاحظاتكم انتوا، لان هو نفسه بس قالوا دلوقتي بيقول انا ما كنتش حاسس بحاجه. لا هو يعني مش حاسس يعني كانه واخد علاج
طبعا ان طفل مش زي الكبير صعب عليه شويه، بس نشكر ربنا ما لهاش اثر جامد للدرجه دي. نشكر ربنا يعني نشكر ربنا يعني في ناس نعرف ان كان لها اثر وكانت تعبانه منه، ناس كبيره فايد ربنا موجوده معانا والحمد لله ومشي معاه زي الفل. هو شفيع ابو سفيان، وهو ان هو كان هو شفيع ابو سفيان بلازمه في كل حاجه. نشكر ربنا وفي ابو سفيان والحمد لله، وربنا واقف معانا بصراحه يعني جامد. نشكر ربنا. كنت حضرتك بتقول لي قبل التسجيل انه اخذ علب كتيره قوي من الادويه بتاعته. اخذ 6 علب منه. العلبه ب 2670. دي العلبه دي بنجيب جنبها برشام تاني اسمه روفارين، العلبه ب 52 جنيه. بنجيب 7 علب كل شهر. طب ودي كنت بتوصل لها ازاي او بتحصل عليها ازاي؟ دي متوفرة يعني اقصد موجودة؟ نعم كتيرة يعني متوفرة؟ هي متوفرة في الصيدليات بس. مكلف العلاج بكام دي كانت؟ يبقى 2670 جنيه وعليها 360 برشام تاني والتحاليل كل شهر. يعني تحاليل يعمل له فايروس سي اللي هو البي سي ار والانزيمات الكبد والوظائف الكبد والحاجات دي، يعني احيانا ب 900 احيانا ب 1200 احيانا ما نعملش البي سي ار لان هو غالي، يكون مطمن هو من الشهر اللي قبليه. يعني الحمد لله كانت النتيجه حلوه على طول. نشكر ربنا. نشكر ربنا. وهو كان يعني بصراحة يعني ماشي حلو معانا، هو يمكن كان مريحنا أكتر حاجة. هو نقول كان مطوع يعني طفل. أنت طفل مطيع صح؟ ولا راجل مطيع بقى؟ لا راجل. لا هو مطيع حلو الحمد لله. أنت مطيع وملتزم؟ لأنه يعني كنت بنشوف إن إحنا كنا نيجي نقعد معاك قبل كده، فلقيت بابا بيقول لي لا هو عنده مدرسة وبيحب يشغل من المدرسة. هو حلو يعني بصراحة في مواعيده وفي كل حاجة، يعني منضبط في كل حاجة، في كنيسته وفي مدرسته وفي في دراسته كل حاجة الحمد لله يعني منضبط. ربنا يحميه ويخليه. الله يخليك. مجرد ما اتصل بالأستاذ مايكل يقول لي حاضر، قبلها بيومين ثلاثة اتصل بيها قبل ما يجي العلاج، يكون عايز ما تروح للدكتور ويقول لك، قبلها بيومين أو بأسبوع يقول لي، وأنا أروح أو اتصل بيك أقول لك تعالى لي في الحتة الفلانية ونروح نجيبه. وكان يوفره لنا يعني بصراحة ونشكر ربنا، ما توفرش من ناحية علاج، يجي هو يتعب نفسه ويجيب لي فلوس ويقول لي تشتريه. ده هو مش قدام الخادم اللي هو المايكل تبعي. فيعني نشكر ربنا ما اثرش معانا، بس هو كنت بكلمه على التحقيق يقول لي احنا نشكر الله اللي على الجو يعني معانا ماشي اول من دول، فاحنا نساعد من ناحيه وانتم معانا من ناحيه. عملنا احنا التحاليل هو جاب العلاج، فكانت العمليه نشكر ربنا وسترت معانا. بس ونشكر برنامج عين انت اللي هم وقفوا معانا والحمد لله. ربنا يفرحك بابنك وان شاء الله يبقى زي الفل، وبعد الست شهور دولت الله يخليك هي دي نوع الفرح نقدر نقول. ماشي انت فرحان ان هو يعني ربنا تمجد معاكم وهو زي الفل؟ صدقيني احنا يعني ما مش مصدقينش يعني حاجه زي معجزه كده، قالوا لنا العلاج مش هينفع معاه، ده طفله مش هيتحمله، ربنا تدخل وتحمله والعلاج جه وبسهل وما تعبناش وربنا ساعد معانا من ناحيتكم وربنا ساعد معانا من ناحيتنا، وكانت الفلوس يعني تيجي الحمد لله. عارف ليه؟ عشان انتوا اتقبلتوا الاول مرضه بفرح صح، ما قلتوش لربنا انت عملت كده ليه؟ فهو ربنا لما لقاكم متقبلين دوت هو اتمجد معاكم وفرحكم. نشكر الله ان شاء الله رب يعني تشوفوا عريس كبير كده. الله يخليك حياتك مركزه جميل ورائع. وانت كمان انت كمان دموعك هتنزل دلوقتي؟ لا لا انت فرحان وانت بقيت كويس وتحليلك هتبقى بعد 6 شهور بومبو زي الفل، بس تاخد بالك بقى بعد كده من اكلك. خلاص ماشي هي النقطه دي بس يعني ان شاء الله. يعني تاخد بالك انت هتاكل ايه. ماشي اسالك بقى السؤال اللي سالته لك المره اللي فاتت وقلت لك انت تقول للي زيك وفي حدك ايه، تقول له يقول ايه لربنا؟ انا اقول له هو يشكر ربنا اللي هو اداله العلاج، او اللي لسه ما ادوش يشكر ربنا اللي هو جاب له العيا دوت عشان ينبهه بحاجه تانية هو عايزها. يا حبيبي يا سكر.
انت كلامك جميل، المره اللي فاتت قلت كلمه جميله والنهارده قلت كلمه حلوه خالص. ربنا معاك، وقلنا لك هنيجي نلاقيك تبقى زي الفل وتكون خفيت. انا فرحانه جدا ان انا معاك النهارده وان انت بقيت زي الفل. صدقيني طمنا عليك، واحنا فرحانين بيكم اكتر. صدقيني معانا ربنا معاك، مبسوطين بيكم قوي. صدقيني ربنا يديكم الصحه قويكم يا رب، ويخليكوا لي وربنا يديك الصحه. الله يخليك، شكرا. عشت يا مولاي حينا بينهم، تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا، فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل، وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى، والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر، والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟